السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسأل أخت لنا وتقول: يا شيخ أترجاك تجاوبني، أنا وعدت الله أن أترك معصية وفعلتها، فماذا يقع علي أو فماذا يحق علي بكل الأحوال الآن؟ أنا الحمد لله تركتها نهائيا، لكن يبقى ذلك الوعد يؤلم قلبي. نجاوب عليه إن شاء الله مستعينين به سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، أما بعد. الإنسان على عهد مع الله عز وجل في أن يفعل كل ما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكف عن كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا واعد الله عز وجل على أن يفعل هذا الأمر فإنه يزيد عليه حقوقا عليه، وإذا واعد الله عز وجل ألا يفعل معصية معينة فإنه يزيد على ذلك جرما إذا فعله، وللأسف الشديد. لكن نحب أن نوضح مسألة معينة. العهد الذي يكون بين العبد وبين الرب يكون على قسمين، إما عهد في النفس وإما عهد في اللفظ. أما إذا عاهد العبد ربه سبحانه وتعالى في نفسه دون أن يتلفظ به فليس عليه شيء، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وفي رواية: ما وسوست به إلا أن تتكلم أو تعمل، وفي رواية: إلا أن تتكلم به أو تعمل به. الشاهد: ما دام العهد كان في النفس من غير دعاء أو تلفظ فإنه لا يجب عليه شيء، وإذا خالف هذا العهد يستغفر الله عز وجل ويتوب منه. أما إذا تلفظ به وقال مثلا: اللهم إني أعاهدك أن أفعل كذا من الواجبات والمستحبات، أو ألا أفعل كذا من المحرمات ومن المكروهات، فخالف بذلك هذا العهد فإنه يجب عليه كفارة اليمين، لأن أهل العلم الحقوا العهد بالأيمان، لقول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فذكر الله عز وجل نقض اليمين بعد أن أمر بالوفاء بالعهد، فألحقوا العهد باليمين، فإذا خالف العهد فقد خالف اليمين ويجب فيه كفارة اليمين. فهذا هو الدليل على ذلك. وبعض أهل العلم زاد على ذلك وقال أن العهد يكون كالنذر وكاليمين. الشاهد من الأمر أنه إذا خالف العبد العهد الذي بينه وبين الله والذي كلفه على نفسه بإرادته وتلفظ به وعاهد الله عليه فخالف ذلك العهد فإنه يجب عليه كفارة اليمين، وأيضا يتوب إلى الله عز وجل من مخالفته لهذا العهد. ثانيا، يتوب إلى الله عز وجل من المعصية التي وقع فيها، سواء لم يفعل الواجب الذي كان عليه أو أن فعل المحرم، كمثل أختنا هذه التي وقعت في معصية وقد عاهدت الله عز وجل ألا تفعل هذه المعصية، فإنه يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وأن تتوب إلى الله عز وجل من مخالفتها للعهد، وأن تكفر عن عهد هذا بكفارة اليمين. وكفارة اليمين إما أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تأكل أو تطعم الأهل، أو تكسو هذه العشرة، أو أن تعتق رقبة، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهذه 3 على الاختيار. ولا يسقط كفارة اليمين إذا دفعت مالا للمساكين، لأنه المذكور في الآية إما الإطعام وإما الكسوة وإما تحرير الرقبة، إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذه 3 هي المذكورة في الآية وهي التي يكون فيها كفارة اليمين. فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة فإنه ينزل إلى المرحلة الثانية وهي صيام 3 أيام. والمؤمن يحرص على أن يفي بعهده ووعده مع الله عز وجل، وقد مدح الله عز وجل المؤمنين فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر. وأما من خالف العهد فإنه يحذر
أن يكون قد وقع في شيء أو في صفة من صفات المنافقين، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافق أنه قال إذا عاهد غدر، وقال الله عز وجل وقد ذم المنافقين الذين خالفوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي عاقبهم بزيادة النفاق والعياذ بالله. وأظن أن أختنا ليست كذلك السائلة، إنما هي وقعت بغلبة شقوى أو شهوة في معصية معينة أو نست أو غير ذلك، وقد آلمها هذه المخالفة، فنقول لها توب إلى الله عز وجل من هذه المعصية التي وقعت فيها، وتوب إلى الله عز وجل من مخالفة العهد، وكفري عن هذا العهد بكفارة اليمين، وأبشري بالخير، فإن الله عز وجل قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.